بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. معكم أبو أنس الراوي، مكتب سهل الفرات للتجهيزات الزراعية. هاي الماكينة اللي هواية ناس سألون عنها، واللي شلون تمشي، واللي يعني من هاي الأمور. هاي هسه عندك هاي الماكينة، تمام يعني؟ الصوندة مالتها تجي انجين، وتجي بيها انجين ونص. تنشد لها مرشة من 40 في 40، أنا محول مرشتها من 50 في 50. السلك مالتها هاي أصغر حجم 200 متر، سلك ثابت. بس الصوندة تقدر نجيب أم الإنجين أو إنجين ونص. السلك نفتحه من غادي وندق، شلون هذا الوتد مالتها هسه حاليا، ندقه مثلا 200 متر دقنا. الصوندة مالتها نسحبها من غادي، نشكلها بيها وتجي وياها الطريقة. طبعا احنا بكل الأحوال اليوم قاعد نصور انه بنص الزرع، بس يعني عم نحاصدين احنا، فجيت كتجربه جم اليوم على جماعه. شلون هالطريقه؟ نحط البايب مالته، يعني الخرطوم مالته، بسد التايرات مالته، يعني فد نص متر، لان افرض ماكو هيك مسافه، نص متر عن التاير حتى لا تدوس عليه. راح تقوم تمشي المرشه، راح تقوم ترش مثلا، هي تفتر 360 درجة، بس احنا نقفلها. ليش نقفلها؟ نقفلها في سبيل على مود حتى تصير ترش فقط مثلا نص دائرة. يعني شوف هسه هاي، شوف هسه راح توصل، راح تفصل. شوف فصلت ورجعت، يعني نخليها بحيث نص فره. ليش؟ حتى من يصير هنا هذا السلك وهذا الخرطوم مالته، حتى ما يصير طين ومي وتقوم تطمس او تسوي لنا مشاكل تقطع لنا السلك. فاحنا همتين تشبع الارض بالخلف وترش فقط نص دائره، نص دائره نخليها. هاي هي مرش المتحرك الذاتي، هذا اصغر حجم بيه ما شاء الله، تقريبا الى ال 35 دونم 40 دونم تغطي هاي الوحده، وحصدنا عليها ما شاء الله السنه. وهذا قدامكم الجن محصود، وهذا الزرع. شوف هاي القطعه الجوانيه، وهاي القطعه الى حد البيوت، وذاك الفوق الشارع كليته. هذا قدامكم هاي البكره مالتها اللي تجي،